C'est une identification tout en étant distinct. On s'identifie tout en étant... C'est ça le paradoxe de l'amour. On est à la fois distinct et fusionné. من اجمل ما نعرف انا الحقيقه الظروف نتاعها انه لحنها انضمها شعر نتاع واحد اسمه ابراهيم ناجي هو اللي لحن انضم شعر نتاع الاطلال معروفه نتاع هو بيتو لكن هذا فيها قصه على خاطر عبد الوهاب كيف لحنها له نجحت برشا الراجل طلب الشاعر طلب فلوس اكثر عملوا بروسي عملوا مشاو المحكمه وحلف عبد الوهاب ما عادش يغني له بالكل موجود على اغنيه تلقاوها في كل بقعه يقول على حبيبته أي سر فيك إني لست أدري كل ما فيك من الأسرار يغري فتنة تعصف من مفتر ثغري قدر ينساب من لفتة نحري زورق يسبح في موجة عطري في عباب غامر التيار يجري واصلاً ما بين عينيك وعمري رفرف الصمت ولكن ها هنا كل ما فيك من الحسن يغني آه كم وتر نام على صدر عود نوم غاف مطمئن وبه شتى لحون من حنين وأنين وتمني رقد العاصف فيه وارتمت مهجة العود على صمت مرني ربما تزخر بالحسن وما في الدمى مهما غلت سر جمالك ربما تزخر بالنور وكم من ضياء وهو من غيرك حالك لو سرى في خاطري أغلى المنى لتمنيت خيالا من خيالك.